دكتور جمال، ابقى بموضوع الترسيم، خليني ترسيم دول الجوار، رجعني في الزمن النظام السابق زمن البعث مرورا، ايش قد احنا رسمنا والخرائط هل تثبت انه احقية هذه الحدود للعراق؟ واذا امتلكنا مفاوضا عراقيا نستطيع اعادتها لو لا؟ على قولة مهندس السويدان يقول راح الثور وراح الفدان، يا بشلون؟ قال ما حصلت كل شيء من هالبلد. فإحنا هنقول هيك، يعرفون المسؤولين بأن إحنا بتناقص مثل ما ذكر زميلي والأخ العزيز دكتور علي، أحتجيك عام 26 رجعنا ولاية الموصل، خلينا نبديها من الشمال هذا، مع تركيا، وصار خط بروكسل رجعناه، كانت مساحتنا العراقية 370 ألف كيلومتر بس ولايتين، من رجعت الموصل شمالها كلها مناطق عربية أخذتها تركيا، اللي هسه تقريبا نص الجاب، نص مشاريع تركيا المائية هاي مالتنا لازم. فصار عندنا ترسيم حدود 101 دعامة رئيسية و 1710 دعامة رئيسية وفرعية مع تركيا بطول حدود 331. خسرنا خط بروكسل، كانت لوزان وقبلها سيفر، ما نريد نحكي عنها، هي مثل ما قال السيد الموسوعي. ارجع الى سوريا مثل ما تفضل، نعم دير خسرنا دير الزور بمكيده ما بين الاحتلال الفرنسي والبريطاني، واجوا الناس انه بس ضايقوهم البريطانيين وجماعه من عندنا وراحت منا دير الزور، ورسمنا حدود 618 كيلومتر ب 86 دعامه. الاردن كان خط عدل، حدود خط عدل، اجوا فروها بعنزه، جبل عنزه، وراحت من عندنا مسافه 70 كيلومتر وما حد اثارها بعد 2003، بس عبد المحسن عبد الحميد، وصارت مشاكل عليها. لو تيجي على هذا المثلث الاردني بين العراق وهذا، تلاقيه هو واحد من اكبر حقول الغاز، اللي يشتغل ويا بريطانيا يحصل، واللي يشتغل ضد بريطانيا خسر. احنا لا احنا اشتغلنا ويا بريطانيا ولا نحكي ويا بريطانيا سياسه ونطلع لهم مثل هسه، شلون هسه بده يصير؟ فهاي جزء من اللي صار. طيب. دعاماتنا تقريبا 36 دعامه بمسافه 181 كلها راحت، هذه التركي. هذا راح المثلث مع الاردن، مع الاردن. اما مع ايران، واتحدى واحد يقول مفاوض مجيد، اللي يطلع يقول اني وزير او نائب عيب علي، خلي يقول لي يقعد قدامي حتى اشوف الحقائق، من كانوا وزراء وما حد يستجيب للمفاوض العراقي، يروح يتعارك وبالصحراء ومن يجي يوقف وياك؟ من يوقف وياك؟ توقف وياك هاي حكوماتك المضت، ولا واحد انطانا ضوء اخضر، جهه واحده بس وبعدين تنصلوا. اخي العزيز، ويا ايران خسرنا على مراحل، اول خساره صارت لولايات العراق صارت 1555 باتفاقيه تماسيه، بعدها اتفاقيه الذهاب او شيرين ايش قد 1639، بعدها ارض روم الاولى 1823، بعدها ارض روم الثانيه 1847، ثم اتفاقيه طهران 1911، ثم اتفاقيه القسطنطينيه 1913، ثم محاضر 1914. طيب هاي كليتها تقتطع، وتدرون احنا واحدة من اسباب دخول الحرب العراقية الايرانية ب 88 ومثبتها، انا مع اخوان وجهات معنية 1980 اي ب 80 العراق طالب بمساحة من الشاه قدرها 324 كيلومتر، ذكرها السيد الموسوعي، خاصرة مقابل مندلة ونفط خانة، يا ناس مالتنا هي مقرب اتفاقية 75 ما قبل يعطيها الشاه، لان اخذها بال 69 واخذ الجزر العربية بال70. ناهيك عن شط العرب اللي راح هسه راح اجيك. هذن ايش فقدنا بيه؟ فقدنا عبادان من قناه بهشمير، فقدنا شط العرب، فقدنا 5 ميل قبال عبادان، فقدنا 5 ميل بال37 مقابل المحمره، وكلها من حقنا ان نرجعها. اولا فقدان سياده، او ثانيا فصل السابع، ثالثا عدم قدره البلد على اداره ملفه، كان انتداب وكان احتلال. بعدها جت مشكلتنا مع السعوديه، واخر شيء رفحة وغيرها وغيرها ومنطقة الحياد، هذه تقريبا بدايتها كانت اكثر حدود دموية عشائريا، هي هاي ما بين الرشيد وآل سعود وما بين شمر ودليم وجبور، وكانت هاي كلها خط الآبار، آبار الماء. رجعنا وين؟ على الكويت، مثل ما تفضل السيد الدكتور علي، الكويت نعم
بالمطلع بعد المطلع وصلنا إلى آخر شرة وفتين وعلى العراقيين، وأنا أقولها لأشقان الكويتيين لا يمكن أن تحل مشكلة الحدود معكم إلا بالعودة إلى الروضتين. والروضتين وهذه الخريطة اللي هي هاي اللي انبنت عليها كل طلايب العراق مع الكويت. إذا رجعنا الخرائط القديمة أبدا، يعني إحنا عندنا خرائط بس أظن الكويت الآن تخنقنا عملية خنق للفاو وغيره. هس أجيك يا حبيبي. إحنا ليش هذا؟ هذه أخي وثائق قبل 2003 مؤشرة عام 77 وعام 80. خط الحدود العراقي شي يمثله خارطتين، خارطة بريطانية وخارطة عراقية. الأدميرالية البريطانية يا ناس مو دقيقة، الخارطة العراقية دقتها لحد السنتيمترات. ليش خليته الأمم المتحدة تأخذ بالخارطة بزمن القيسي وصارت الخارطة المعتمدة الأدميرالية اللي صعدت علينا 4 إلى 5 كيلوات؟ هذا خط الحدود كله، هذا خط الحدود كله، وهذا الخرائط 1885. يا عراقيين أنتوا تيدون حقكم لو لا؟ نقعد ويا شقنا الكويتيين تعالوا قلت شنو 833 قرار 833؟ قرار 833 مو قرآن، والقرآن أيضا بيناسخ ومنسوخ. جميل. وعليه هسه إحنا راح أخلي لك ملف في الكويت لك من أرجع لك. بس أختم وياك شوية. أي. وصلنا إلى حد خلي يسمعوني كل العراقيين، ترى ما عندنا بعد مجال بحري، أعطيكم خارطة خنقنا، واللي يقول أنا حكمل ميناء الفاو قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل.